اهلا بحضرتكم من جديد بعد ما شفنا مع بعض حاله الطقس. ولسه كنت بقول لكم في اول حلقه ان احنا لسه بنعاني من تداعيات خروج منتخب مصر من كاس الامم الافريقيه، فخلينا نبدا بتويتت مو صلاح. مو صلاح قال ايه بقى؟ قال حزين جدا لخروجنا المبكر من كاس الامم الافريقيه، كان نفسنا نكمل المشوار سوا للاخر ونجيب البطوله لجماهيرنا الوفيه اللي لازم اشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم، وان شاء الله نتعلم من الاخطاء اللي وقعنا فيها والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم. يعني يمكن البعض قال ان ده اعتذار غير مباشر من مو صلاح، ولكن في الحقيقه هو واضح ان ده مش اعتذار، يعني هو مجرد بس انه يعني بيعبر عن مشاعره تجاه الموقف اللي حصل وخروج المنتخب. طيب خلينا نقول كمان انه في اتجاه اخر في الفتره الاخيره للاستعانه بمدرب وطني عشان يتولى مهمه تصحيح الاوضاع مره ثانيه، لانه هيكون على درايه باللاعبين المصريين ويقدر ان هو يلم الشمل في وقت قصير، والتجربه دايما كانت بتثبت كده علشان المنتخب كمان يقدر يستعيد رونقه اللي فقده.